واللحم اخويا طالع دابا راه كلشي في راسو الخبار، لا من دجاج لا من لحم لا من حوت. هذا الحكم دابا ديال هذا اللحم هذا اللي غالي، راه هما عارفين الحولي بشحال باش داز، والحولي باش راه كان داز غالي، وكانت خلاو واحد الوفره ديال الحولي يكون بقى لينا مورا العيد، كان شويه اللحم غادي يبدا يرخص. دابا الغالب في الضروبه ولا الحولي كلشي ما بقاتش، في الاخر ما بقى حتى شي واحد بلقى بنادم ما يشري. راه بحكم حتى الظروف دابا ديال المناخيه، لا من ناحيه لا علف حتى هو راه غالي، الدعم ما كاينش ديال الدوله اللي غتعاون هذا الفلاح هذا. لو كان دابا الدوله عطات الفلاح شويه ديال الدعم نقصت ليه من العلف، وزادت ليه في الحليب، زادت ليه في الحليب ونقصت ليه ودخلت ليه البقر من برا وتصارفت معاه، راه غادي يكون واحد شويه ديال الانخفاض. دابا بحكم ما كاينش داك الشيء قليل، جابوا داك البقر اللي جابوه من برا راه هو شويه، راه شادينه دابا اصحاب الكناطر، اصحاب الكناطر هما اللي خدامين به، وهذا الغنم اللي جابوه حتى هي ديال الصبليون ديال راه هي اللي مكاليه شويه السوق. وما راكم ما كانش راه غادي تكون واحد اللحم راه غادي يوصل واحد الثمن بايض، ومازال باقيين يشوفوا اللحم مازال زيد في الغلا، مازال زيد في الغلا. هذا هو اللي كاين، والمواطن راه ضابطه مع هذا الشيء، راه ولا دابا عنده عادي، راه دابا ولا علاش؟ الرخا بالراح والتليفون حتى هو بالراح، راه ما كاينش هذاك الكذوب ديال هذا تيبيع بهذه ولا هذه، الكاليتي تبقى الجوده صافي، راه كاين اللحوم تما جوده في اي حاجه، بحال بغيتي تشري الحوايج، بحال بغيتي تشري، راه كاينه الجوده كاينه، صافي، بلا ما ندخلوا لشي حيتيات هذه ولا هذه، المهم راه الميساج راه وصل وصافي. هذا هو احنا بالحمد لله عندنا كليان مقتنعين، بنادم تيجي لهذا المحل كاين النقا وكاين الصدق وكاين بزاف د الحوايج، وراه الناس غادي يقولوا لك راه في الروبورتاج ولا في العيد لي كومونتير غادي يعاودوا لك، الناس هنا تتصادقهم، كاين عندك هذه الحاجه كاين هذه الحاجه ما عنديش، المهم اللحم طالع ما طالع، ما كاين لا خدع لا والو، ما تيجبد لك كاع، هو عارف حتى هو تيجي هنا تيجي مطمئن، صوب لي كيلو صوب لي نص كيلو صوب لي، عارف كاين الكاليتي، عارف كاين شويه ديال راه تشري بهيمه تشريها بالثمن. هذيك البهيمه اللي شتيها راه قسما بالله ب 384، هذيك البهيمه اللي شتيها راه هي هذيك، راه هما يحسبوا ليها وراه يعرفوها، راه الجزاره دابا راه باينين، حنا راه طالعين باينين، وراه كل شيء غادي يبان، واش كاين الكاليتي وكاين المليح ولا ما كاينش. اما من ناحيه كليان ما عندناش فيه صعوبه، بنادم راه عارف اللي عشاق راه غادي يجي، واللي غلاق راه عارف فين غادي يمشي، جوج الحوايج، اللي عشاق راه عارف المرقد، واللي غلاق راه تيعرف يدور، راه كاين هوك وكاين هوك وكاين هوك، وهذا هو اللي كاين اخويا. كل واحد دابا وكيفاش، كاين دابا اللي تيمشي يشري سلعه جاهزه، كاين انا بحال دابا انا تنشري بهيم وتندبحهم، عندي كارني ديالي تندبحهم وتنجيبهم محالي. كاين عاوتاني الناس اللي تيمشيو عندهم شويه ما عندهمش، تيمشي تياخذ سلعه يدخل للشوفيار تيدخل عنده الكرنات يشري من عنده داك الشيء طالع. انا ما يمكنش انا خاصني نشري حاجه وندبحها على يدي، لان هذا هو العمل ديالي والميدان ديالي، انا 38 سنه ديال الدومين سواق وكل شيء، ماشي يلاه بدينا فيها ولا يلاه دخلنا ليها ولا، والمهم راه الخبار راه عند الناس بلا ما غادي نبقاو. صحابه كاينين لي فيترينير تما، السلعه لا كانت كاليتي ومزيانه راه تيطلقوها، ما كانش كاليتي تتلاح، زعما كاينه المراقبه بطوار صارمه ما فيها لا هادي ولا هادي ولا هادي، كاين لباك صاحبي لا كاين السلعه نقيه مزيانه دوز، ما كاينش شي سلعه راه كاين الاعتقال عيدوها لك. وفي حكم دابا هاد الساحه السيد محمد بن عبد الله ولا هاد الصماط ولا هاد البلديه منذ القديم هي معروفه بالجمل، ودابا الناس الاغلبيه نمشي لحلنا الكفته خلاه وحدهم وكلشي الجزار حداهم. هنا واحد الحي الشعبي تيجيو ليه كاين الشوا كاين الصوماطيشه كاين بطاطا فريت كاين واحد الجوع، وبنادم تيتوال مع بعضياتهم، وكاينه كفته ديال الجمل اللي تتجيبهم هو الجمل هو اللي تيجيبهم من هاد البلديه، راه ما كاين حتى شي حاجه اخرى تيجيبهم الجمل هو اللي تيجيبهم، لان الجمل ديفيرون قليل في تيخدم في قناه اخرين. هنا اللي معروف منذ القدم معروف ان الجمل تيجيو ليه، اما السبت والحد ان شاء الله تيكون اكتظاظ تيكون بيع وشرا تيكون، واليامات ديال الصيف حتى اللي توريس تيجي، وبلاد ما ينكرش فضل الله، الله يجعل البركه، الله يرزق الصحه والسلامه، كاين الخير تبارك الله. ها بلادهم يطلب القناعه وصافي. الجمل تا هو بوحدو تيدخل، كاينين الناس اللي مكلفين به، تيتنحر تيتذبح تيدوز تيتسلخ تيدوز الطبيب تيماركيه تيعطوه 24 ساعه خصو يدوز في البرد، الغد اللي عاد تيخرجوه البنادم عاد تيخرجوه الجزار، شوفي الجزار غادي ياخذ يجي يدي الجمل ديالو، ضروري ما تبات الحاجه خصها تبات باش تشبع بروديه. هذا هو اللي كاين.
قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.